هذا سائل يقول: يضرني دخول الماء في أذني فأضع قطنا أثناء الغسل، فهل فعلي هذا جائز أو يجب غسل أذني ولا يكفي المسح؟ لا لا، الأذن يكفي فيها المسح ظاهرا وباطنا في الوضوء وفي الغسل أيضا، فرضها المسح، مسح الرأس ومنه إيش؟ ها؟ مسح الرأس ومنه الأذنان، تمسح الأذنان داخل الإذن وخارجها بإمرار الأصبع مبلولا بالماء في صماخها وعلى إطارها. نعم.